لا يمر يوم إلا ما نسمع عن جملة عودة تفشي كورونا أو إنه أوروبا بؤرة كورونا، فحالياً أوروبا شاغلة عناوين الأخبار والسبب تسجيلها أرقام خيالية بالإصابات في الوقت اللي كمان في كتار عم يرفضوا التطعيم. ومقابل كل هذا لا ننسى إنه في جزء كبير من الناس رجعت تقريباً للحياة الطبيعية ونسيت إنه في كورونا موجودة أساساً. والله بصراحة عندهم حق، أنا منهم، لأنه خلص زهقنا وملينا من سيرة كورونا. بس الصحة العالمية عندها وجهة نظر مغايرة تماماً في الموضوع. هي هيك دائماً بتحبطنا على فكرة، فهي بتشوف إنه إحنا عايشين في إحساس أمان مزيف ومتوهمين إنه الحياة رجعت طبيعية. خلونا نشوف من إيش قلقانة الصحة العالمية هذه المرة. In many countries and communities, we're concerned about the false sense of security that vaccines have ended the pandemic and that people who are vaccinated do not need to take any other precautions. Vaccines save lives, but they do not fully prevent transmission. مثل ما سمعنا مدير الصحة العالمية بحذر من الشعور الزائف، لكن لفتني بالمقطع إنه هو بينصح العالم وبيسمع وبنسمع صوت فجأة هيك حدا عم بكح بالمؤتمر. نقدر نقول إنه إن شاء الله إنه سعلته عادية ومش كورونا. عموماً لمناقشة الموضوع بينضم إلينا الزميل العزيز من باريس المراسل ليس بداري. أهلاً فيك يا ليس، شكراً لمشاركتك معنا. أنت قاعد في نص العاصمة ولا وين بالضبط؟ نحن في جادة الشانزليزيه وتفاعلهم هون بيختلف عن تفاعلنا بالنسبة للفيروس يا سماح، وابتداء من يوم غد ارتداء الكمامات إجباري في فرنسا في المناطق العامة المغلقة، ولا إغلاق عام شامل، هذا ما صرح طبعا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرون. احنا اليوم 25 من نوفمبر، يعني بعد شهر تماما رح يكون عيد الميلاد وعطلة رأس السنة، وهنا زينت جادة الشانزليزيه بنشوفها خلفي استقبال المطعمين وغير المطعمين الذين انطلقوا بالآلاف لشراء هدايا الأعياد. وهنا المشكلة يا سماح، فهم منقسمون وليس بالعدل، يعني في كثير منهم تناولوا اللقاح وخائفين من الموجة الخامسة، وفي أقل منهم لم يلقحوا وليسوا خائفين ولم يقوموا بإجراء فحص البي سي آر. يعني اللي شفته أنه الجيل الشاب الذي لم يصاب أحد من محيطه ولم يسكن مع كبار السن لا يبالوا من الفيروس، والعكس هم من تناولوا اللقاح بعد إصابتهم أو إصابة غريب. أحد من أقاربهم غريب. المقربين. وأنا بعرف يعني أصدقاء فرنسيين كتير سماح رفضوا التطعيم ويرفضون دخول المناطق العامة. يعني بدي أعطيك مثل حي، ممنوع الجلوس في المقاهي أو المطاعم بدون إبراز شهادة التطعيم أو فحص البي سي آر، والبي سي آر صالح على الأقل 72 ساعة، هذا قبل وصول الموجة الخامسة للوباء. واليوم الحكومة تدرس أن تكون هذه الصلاحية لمدة 24 ساعة، يعني الشخص الغير مرقح أو غير مطعم لا يطعم في المطعم. ومش بس يعني الدرك والشرطة كمان بفوتوا، كمان بيعملوا كنترول بأي لحظة على المطاعم والمطاعم، بيعملوا عمليات مداهمة كنترول. نعم، بشوفوا بالضبط إذا في حدا مخالف القوانين الصحية سوف يغرم، هو مش بس المخالف وصاحب المطعم كمان. وإذا كان هذا الكنترول هو الأول لصاحب المطعم بدفع مخالفة تصل يا سماح إلى 1500 يورو. يعني إذا حكينا عن الخوف والانقسام بفرنسا، سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة، يعني للمرة الأولى منذ أغسطس آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتداعي. ليث، بعيدا عن الأرقام، أنت أساسا ملك الإغلاقات، يعني مش راح تفرق معك ولا إغلاق، لأنه ما في بلد زرته إلا كان مغلق وأنت طلعت منه وسافرت وعملت لنا شغل كتير حلو. سؤالي هو، هل الفرنسيون مكترثون من موضوع أخبار كورونا تطلع ولا تنزل وإحنا داخلين على أعياد زي ما قلت؟ هلأ
يعني مثل ما بتشوفي في كتير ناس بالشوارع وبتعرف الناس قبل، مثل ما حكيت قبل شوي سماح، كتير مهم إنه الواحد يرجع يحاول يعيش الحياة الطبيعية، ولكن الصحة أولا. مثل ما بنشوف في كتير منهم بالشوارع، في كتير حاملين أكياس خصوصا في هاي الساعة، يعني الساعة هلأ الساعة تقريبا 4:30 بعد الظهر، وكتير في الناس بتحضروا لبلاك فرايدي بكرة في فرنسا، وفي كتير الناس بروحوا بيشوفوا في الأسواق إيش موجود، قطع أزياء أو غيرها حتى يشتروها للأعياد. ولكن طبعا الخوف، يعني دائما نذكر تماما 17 مارس آذار العام الفائت لما أغلقت فرنسا، بتذكر هذا الشارع جادة الشانزليزيه ما كان في بشر، كأنه ديكور أحد الأفلام، ولكن اليوم مدينة أشباح كان الناس يعني متعطشون للحياة مرة أخرى. أنت لابس معطف، بتمنى ما يكون زي معطف كيم جونغ أون على فكرة. هل هو إجراء احترازي ولا أنت أصلا بردان؟ إجراء احترازي من كورونا والبرد والفلو، هاي السبب الأخير اللي حكيتيه هو البرد، البرد القارس في فرنسا. بس بس الشتاء بتكون برد كتير، ومع شوية ريح فصعب شوية الواحد يلبس غير هالمعطف الطويل. طيب هل هناك تعتقد، هل في يعني اعتقاد لدى الناس أو مخاوف إنه يرجعوا للبابل، يرجعوا للفقاعة تبعتهم، إنه ممكن فعلا يصير في ارتفاع كبير وتسكر الدنيا ويقضوا الكريسماس مثلا في البيوت؟ عنا 30 ثانية، بدنا خبر سعيد أكتر. خبر سعيد، أنا كتير خبر طريف بدي أحكي لك يا. سمعت في أحد المناطق المقاطعات شمال فرنسا، رئيس بلدية هذه المنطقة بعرفوا، بتعرفوا الجيل الشاب بحبوا السيلفي، فصار يلاحظ أطفال أو أبناء هذه المنطقة هم بيعملوا سيلفي، هل هم بيحافظوا على التباعد؟ ليث خلص وقتنا، خلص وقتنا معلش. والشخص اللي بيعمل هيك شكرا جزيلا لك ليث.